بما ان احنا برضو بنتكلم لسه على مسألة كوب 27 وبنتكلم على الخطوات اللي بتحصل في مصر، انا اصبح في عندي ادمان اسبوعي للفقرة اللي بيعملها لنا زميلنا محمد عبد الله، حقيقي يعني، لانها فقرة بجد حلوة قوي، مبذول فيها جهد ومعمولة بذكاء، وده اللي بيعجبني، الحاجة معمولة فعلا بذكاء، يعني محمد ما شاء الله عليه 10 على 10. طيب المرة دي بقى زميلنا صديقنا العزيز محمد عبد الله يسلط الضوء على ايه؟ يسلط الضوء على المجهودات اللي بتقوم بيها الدولة، ومن ناحية تانية خد بالك بقى هنا قطاع خاص اهو، رواد الأعمال الشباب، لاحتواء ما نطلق عليه المتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة. النهاردة هيبقى الكلام على ألواح الطاقة الشمسية. في بقى شباب زي الفل ومؤسسات مصرية عريقة شغالين مع بعض في هذا المجال، إنتاج الألواح الشمسية، استخدامات الألواح الشمسية، فيبقى عندنا نسق للتفكير، مش هقولك بقى مجرد فلسفة، لا هي أصبحت نسق للتفكير، تصبح بعد كده في عداد الخطوات الطبيعية، هي إنه إحنا نركب ألواح شمسية على أسطح المنازل. فاكرين ما كنت بقول لكم عايزين نفكر في تشريع وفي آلية إنه يبقى الكل ملزم بتركيب هذه الألواح الشمسية، ويا ترى بقى هل نشتغل على إنها تبقى بالتقسيط على مدى طويل، يعني اللي بيشتري بيت ولا اللي بيشتري شقة ولا اللي بيشتري أي إن شاء الله يا رب أوضة وصالة. لو افترضنا، أنا بتكلم معاكم بصوت عالي، بنفكر طب لو الحاجات دي مثلا من الحاجات بتاعة الدولة، طب ما إحنا نركب عليها ده ويبقى القيمة بتاعتها مضافة للأقساط بتاعة الشقة مثلا، إذا كان ده مطور عقاري من المستثمرين طب ما يعمل ده ويحطه على القيمة بتاعة الوحدة، تطلع قصر تطلع فيلا تطلع استوديو تطلع شاليه. الساحل الشمالي ده أنا في رأيي لازم يتبدر ألواح طاقة شمسية، يقوم يوفر كتير. ده مش بس كده، خلي بالك انه حجم الطاقه المنتج لو افترضنا انه فاض عن حاجه المنزل، يعني افترضنا انت بتستخدم مثلا 10 كيلو مثلا، والواح الطاقه الشمسيه اللي عندك انتجت لك 13 كيلو، الثلاثه دول بيخشوا على الشبكه وانت يطلع لك فرق فلوس. هتقول لي ممكن يبقى فرق الفلوس ده قليل جدا، هقول لك مش ده المهم، هو عمليا انت استخدمت طاقه عن طريق الالواح الشمسيه، حضرتك ما بتدفعش فاتوره كهرباء مثلا يعني. لكن خلونا بس نشوف هذه الفقرة لأنها فقرة مهمة، أدعوكم لمتابعتها بالراحة كده وركزوا فيها شويتين. أكتر حاجة بتسبب احتباس حراري من أكتر القطاعات هو قطاع الكهرباء، من هنا اللجوء لمحطات الطاقة الشمسية، ده أمر ضروري وده اللي بتسعى الدولة إن هي تعمله. بس عندنا في المقابل في شباب مصري طموح جدا ابتدى ينشر ثقافة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بخامات مصرية أعلى أسطح المنازل، وده اللي هنتعرف مع حضراتكم عليه بعد الفاصل. أسهل نظام طاقة شمسية في مصر. خالد، انت صاحب شعار اسهل نظام طاقه شمسيه في مصر. مظبوط. كلمني، ابتديت ازاي تحتك بمجال الطاقه الشمسيه وحكايتك ايه مع الطاقه الشمسيه؟ بص، احنا بدانا في موضوع الطاقه الشمسيه، انا بدات مع والدي، هو احنا بنصنع البانل اللي هي اللي بتركب الطاقه الشمسيه، الالواح اللي بتركب الواح الطاقه الشمسيه كنا بنصنعها وبنركبها برضو في مواقع عندنا، وكان هو عامل لي اساينمنت او مديني زي حته المنزلي، حته
المشاريع المنزلية، فاحتكيت قوي بالسيكتور ده، بالقطاع ده، وحسيت ان انا ليا يعني شغف ان انا اخدم السيكتور اللي هو المهمل ده. عندنا الطاقة الشمسية بتتقسم لثلاث اجزاء، القسم الزراعي والقسم التجاري اللي هو عندنا المستشفيات، المولات، مصانع، واخر سيكتور او اخر قطاع عندنا القطاع المنزلي. دايما القطاع المنزلي كان بيتبص له ان هو حاجه صعبه، حاجه فيها هادج كتير ومش يعني مش ورث الوقت اللي هيتحط فيه وكده. فاللي احنا بنحاول نغيره دلوقتي ان نعمل حاجه سهله، بحيث ان حضرتك تقدر تاوردر او تطلب الطاقه الشمسيه وانت قاعد في البيت، بتمولها وانت قاعد في البيت وبتراقبها برده من الموبايل وانت قاعد في البيت. شايف ازاي امكانيات مصر في مجال الطاقه الشمسيه؟ بص، مصر يعني تقريبا من اكتر البلاد مشمسه. احنا عندنا 300 وحاجه، تقريبا 320 يوم شمس، ده رقم كبير قوي في السنه، وده بيترجم ان المفروض ان كل روف النهارده يبقى عليه طاقه شمسيه. شايف ازاي مستقبل الطاقه الشمسيه؟ انت ماسك الحته بتاعت المنازل دي ومهتم بيها، وحاسس ان انت حاططها رساله بالنسبه لك. مزبوط. يعني هدف. شايف ازاي الموضوع مستقبله عامل ازاي؟ قد ايه الناس ابتدت تبقى متحمسه لفكره ان انا بيتي كله يكون شغال بطاقه شمسيه؟ بص حضرتك، احنا بدانا بثلاث منازل من سنه تقريبا، والنهارده عندنا احنا عملنا فوق ال 100 بيت في خلال سنه، فانا شايفين احنا يعني ان في طلب كبير. الناس يعني للاسف اي جروب ما يبقاش فيه حد مركب طاقه شمسيه بيبقى بعيد قوي عن الفكره دي، بس وانس ان حد واحد بيركب في اي شله او اي جروب بيبدا الناس تتكلم مع بعضيها، تقول لهم انا ما عدتش بدفع طاقه فواتير كهرباء، فيبدا الانتشار يجي من هنا. المكتب ده متخصص في الديكور، كل حاجة هنا من المروحة وجهاز الكمبيوتر وغيرها شغالين بالطاقة الشمسية. أعصاب هادية ومزاج رايق، ومفيش تفكير في فاتورة الكهرباء آخر الشهر بعد تحويل استخدام الكهرباء من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة. باشمهندس أهم حضرتك، في البداية كلمني، إمتى احتكيت أو جات لك الفكرة أن أنت تتحول من طاقة عادية لأن أنت تشغل المكان والمكتب بتاع حضرتك بطاقة شمسية؟ الحقيقة احنا بنفكر في الموضوع ده من فترة كبيرة قوي. يعني اولا استعملنا موضوع الطاقة الشمسية ده في واحد من البروجيكت بتاعتنا من حوالي 15 سنة. وقتها كانت الطاقة الشمسية ما فيش حتة ان احنا نعمل اتصال ونحطه على الشبكة بتاعت الحكومة، فكان دايما نقدر اللي نقدر نعمله ان احنا بنخزن الطاقة اللي بننتجها من الشمس وتتخزن في بطاريات وبعدين نستعملها. من فترة قريبة، مش قريبة قوي، حوالي 5 سنين تقريبا، الحكومة سمحت ان احنا الطاقة الشمسية بتاعتنا نقدر نربطها بالشبكة بتاعت الحكومة، ويبقى في نوع من انواع التبادل. الصبح انا بنتج طاقة اكتر من احتياجاتي بتروح للحكومة، بالليل بستعمل من الطاقة بتاعت الحكومة لان الشمس مش موجودة فبستعمل الطاقة بتاعتها، وبعد كده في اخر الشهر او في اخر السنة يبقى في نوع من انواع المقاصة، بشوف انا خدت ايه، هم أخدوا إيه، بدفع اللي عليا، وهكذا. فدي كانت حاجة مشجعة جداً. الاستثمار في الطاقة الشمسية بيحتاج كابيتال في الأول كبير، لكن من حوالي سنتين تقريباً ابتدى يبقى فيه نظام التقسيط، مش محتاج انت تدفع البالك ده كل الفلوس دي كلها مرة واحدة في الأول. فبقى الموضوع أبسط، والحقيقه ما ينفعش حد يرفضه. النهارده بقى فيه ان انت بتروح تشتري المحطه بصفر مقدم، ما بتدفعش حاجه خالص، تيجي تتركب المحطه، الحكومه بتوصلك وبتغير لك العداد لعداد تبادلي اللي هو يقرا انت بتنتج قد ايه وبتاخد منهم قد ايه عشان يقدر يحصل الموضوع التبادلي ده. ده اتجاه المفروض ان احنا كلنا نمشي فيه. اول حاجه انت كمية الانبعاثات الحرارية اللي بتحصل من إنتاج الطاقة ومن العربيات وكبيرة جدا، فالنهاردة احنا مش حاسين بيها، بس انت لما تبص للأجيال اللي جاية جديدة هيبقى فيه مشكلة. الخطوات اللي بيقوم بيها خالد رفاعي بيجي قبلها مجهودات تانية كتير،
وده اللي بتقوم به الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث. هنا في الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية عندهم أبحاث عملية متعددة بتخدم جداً وبتساعد الشباب أصحاب المشاريع الطموحة في استخدامات الطاقة المتجددة، وكمان بتمدهم بالتكنولوجيا والأفكار المبتكرة. المظلة اللي احنا واقفين تحتها ديت دي عبارة عن خلايا طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، بتساعد الجامعة وبتمد الجامعة بجزء كبير جداً من الطاقة الموجودة داخل الجامعة المصرية اليابانية. خلينا نعرف قصة الخلايا الشمسية من الدكتورة منى. أهلاً بحضرتك يا دكتورة. أهلاً بحضرتك. أنتوا فكرتوا أن أنتوا تعملوا طاقة شمسية داخل الجامعة المصرية اليابانية؟ الحقيقة إحنا يعني دائمين التفكير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أول تصميم الجامعة. يعني تم تصميم الجامعة من خلال مكتب استشاري ياباني، وتصميم الجامعة تصميم مستدام. مستدام بمعنى أنه استخدام الطاقة الكهربية المتولدة من الطاقة العادية ما هيش طاقة نظيفة، فبالتالي اهتمامنا بقطاع توليد الكهرباء ده مهم جداً، لأنه في اتفاقيات دولية إحنا طبعاً يعني موافقين عليها، زي اتفاقية باريس ب2050 مفروض ما يبقاش فيه انبعاثات ثاني أكسيد كربون خالص. فبالتالي احنا يعني لابد ان احنا نوفق اوضاعنا على ده. وزي ما هو معروف احنا في خطة مصر 2035 مفترض انه 42% من توليد الطاقة هيبقى من خلال طاقة نظيفة. في مثلا مبادرة منتشرة في المحافظات المصرية، المشروعات الخضراء، دوركم زي كجامعات ان انتوا تشاركوا في اهداف التنمية اللي بتقوم بها الدولة في مختلف المحافظات، وتقدموا الأبحاث ديت لمختلف المحافظات. قضية البيئة بالذات والتعامل الإيجابي تجاه البيئة هو أقدر أسميه الوقاية خير من العلاج. إذا كنا إحنا النهاردة بنتكلم والقيادة السياسية مهتمة اهتمام كبير بالصحة، لأنه طبعاً أحد جناحي التنمية اللي هم الصحة والتعليم، فلو أنا عندي إصحاح لمية النيل والمية البحر والمية كل المصارف وللهواء بتاعنا، يبقى أنا وفرت كتير قوي من الميزانية اللي رايحة للتأمين الصحي ورايحة للعلاج. لو حضرتك تسمحي لي حضرتك تقولي لي عن أهمية مشاركة حضرتك وإحساسك الشخصي كمصرية ومشاركة حضرتك في كوب 27 إن شاء الله في شرم الشيخ. طبعا أنا كمصرية فخورة جدا إنه مصر بقيادة سياسية حكيمة تستطيع إنه تستضيف هذا المؤتمر الهام اللي بيعقد كل سنة. إنه يتم على أرض مصر دي لها معاني كبيرة قوي، وده بيؤكد على دور مصر المحوري في أفريقيا وفي المنطقة كلها، وأنا طبعاً كمصرية فخورة بده جداً. الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية بمساندة القطاع الخاص استطاعت رفع نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء ل 20% بنهاية عام 2021، وده أدى لانخفاض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 10 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رقم مهم جدا وجهود لسه مستمرة. الله الله على شغل محمد عبد الله بصراحة. فقرة كانت حلوة جدا 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 جدا. خدت بالك يعني ألواح الطاقة الشمسية دي قال لك في منظومة للنشاطات الزراعية، يعني للمزارع ومزارع الدواجن والمناطق الزراعية وما إلى ذلك، ومنظومة تانية دي للمنشآت الإدارية والتجارية وبالقطع التعليمية، ومنظومة ثالثة علشان المناطق السكنية أو المنشآت السكنية، البيوت والعمارات
انت متخيل لما تركب الواح طاقه شمسيه كده وربنا يعفيك من فاتوره الكهرباء وتبقى كمان واصله على الشبكه، فممكن يبقى فيه فائض فهيخش لك فلوس حلوه برضو. اوعى تقول لي اصل الفلوس دي هتبقى قليله ولا كتيره. السؤال داخله ولا خارجه؟ داخله فلوس، داخله لك البيت، راجعه لك. دي حاجه جميله يعني، زي ما تطلع. ما هو اي مبلغ هيتم توظيفه في شيء ما، يا رب تكون هتشتري بيه ايس كريم للعيال، مش دي القصه. المهم انه دخل لك فلوس. ده مثلا. طب ما دخلتش الفلوس، شلت من على كتفك فاتوره الكهرباء بس. مش كده انا اقول لك ايه، انا احب انه نشتغل على مأسسة المنظومه، تعمل لها قوانينها وتشريعاتها ولوائحها، ولوائحها التنفيذية والشكل الإطاري الملزم بتاعها أو إطار الإلزام بتاعها يبقى في أنهي حدود، هتبقى حلوة. وعلشان محدش يظن إنه ده يساوي تكلفة ضخمة عليه هو كفرد مثلا، نقدر نقسطها مع سعر الشقة مثلا، يعني نلاقي لها حلول. يعني عموما أكيد ده موضوع هيطول فيه النقاش، لأنها مش هتطبق ما بين عشية وضحاها. الحكاية مش بكرة خلاص كده هنبقى. بس أنا أحب إن احنا نبدأ الأول بالناس بتاعت الساحل الشمالي، بتوع البحر الأحمر اللي هو ساحل البحر الأحمر، جنوب سيناء، حاجات زي كده. نحن نشغل ألواح الطاقة الشمسية دي على طول. اللي بيعمل النهاردة قرية سياحية ولا أوتيل يفعل على طول منظومة الطاقة الشمسية. هتفرق كتير جدا، تفرق كتير على المردود الاقتصادي، وتفرق كتير على انطباعات السائح، زي ما كنا بنتكلم على العربيات اللي شغالة في الأقصر كده.